لقد اتفاجئ في تركيا ان شاء الله تبارك الله. هذا أول الخير ما شاء الله. بسم الله بسم الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فجأة تاريخ اليوم أول أيام العيد. بينت بينت. لا لا هسه نشيل لنا ان شاء الله خير. بس لحظه لحظه دائره دائره اول مره شوي هنا يختلف عن العراق. هذا هاي ما شاء الله هاي ما شاء الله كبيره زين وصل. لا لا هذا حموده ما شاء الله. شوف هاي الاخ هذا الاخ راح وين هاي طلعت بخيمة هاي بسم الله خير بخيمة هاي دقيقة 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 هاي جاوبي جاوبي وين الاحداث حرقة حرقة الجنة ما شاء الله تبارك الرحمن. اي تمام هذا فقر اليوم جهز ما شاء الله. من يجهز لك يريد يصير سهل ايه بس يريد حظه كله اماشي المكان استرسل شيء تبورتو هاي الجهاز الحلو والله ما شاء الله ناقص بس 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 واحد بس جاك مشوه تنظيف الفوق يقول لك من حبه شو يسوي له كل فري خلاص اوفا اوفا هسه هذا جاي شو اسمه هذا مشوان ولا على باكر نسوي يا هذا الشمه واجيب الجبن 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 الملح صيد اليوم صيد اليوم يا صيد اليوم وجن صور هذا صور هذا صور هذا 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 صيد اليوم يا حمود نجيب الطاوه هاي اجواء تركيا يابا هاي النار الحلوه يا ولد اجعلها بقبره ابو سعود ان شاء الله ما شاء الله عاش ابو عبد الله هذا الشمال بالقصدير ان شاء الله بالقصدير شوف قوي خبر خليفه هذه مريعيات ذهب يا ولد شوف قن النفس شوف ابو خليفه هذا فقع بس تعال شلون تطلع شلون تعرفه باع ولا يبين باع بسم الله مو عليها هي هنا يا اخي مشكله ان شاء الله الساعة 6 الصبح